مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية. توجيه الكاظمي حول سلسلة المراجع الإدارية. تتميز القيادات السياسية والعسكرية بأن لديها القدرة على قيادة تشكيلاتها ومنظوماتها وهيئاتها التابعة لها ضمن إطار القوانين والأنظمة المرعية، وترفض أي تدخل وتأثير على سير العملية القانونية والاستحقاقية لجميع الأفراد المنتمين إلى مؤسساتها وأجهزتها الأمنية والعسكرية، وإبقاء حالة النظر في كل ما يتعلق بحياة وعمل رجالات هذه التشكيلات محصورا بقيادة القائد العام للقوات المسلحة والمشرف على الأجهزة الأمنية ضمن دائرة العمل الحكومي والإشراف الذي هو من اختصاصه العام كليا، وما احتواه من مواد وقوانين تراعي عملية التصرف والبت بمثل هذه الحالات إن كانت إنسانية أو تقويمية أو الإعادة إلى الخدمة كالترفيع والتدرج الوظيفي والخدمي. إن التوجيه الأخير الذي أصدره رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي في شهر أيار الماضي أكد على ضرورة منع تجاوز سلسلة المراجع وتقديم طلبات خاصة بالشؤون الإدارية والمالية لضباط ومنتسبين وموظفين في الوزارات والمؤسسات العسكرية تتعلق بالنقل والترقية والإعادة للخدمة من سياسيين ونواب ومحافظين ما هو إلا سلوك خارج عن الإطار القانوني. إن أهمية هذا التوجيه هي التأكيد على ضرورة احترام إدارة الدولة ومركزيتها والأنظمة والقوانين الخاصة بمتابعة شؤون العاملين من جميع الاختصاصات، وأن يراعى أهمية أن يعرف الكل واجبه ودوره دون التدخل في الأمور العامة والتي تؤثر على مكانة الدولة الاتحادية واختصاصات الحكومة المركزية، ما يؤدي إلى إضعاف الدور الريادي والقيادي لصلاحيات رئيس مجلس الوزراء، وحرصه على أن تكون إدارة الدولة بشكلها الفعال في متابعة كل الملفات وما يتعلق بجوانب العمل في مؤسساتها ووزاراتها السيادية والخدمية والعلمية. يعتبر هذا التوجيه حالة إيجابية في تعزيز دور السلطة التنفيذية للحكومة والدولة ومنع أي تشابك وتداخل في عملها من قبل أوساط وشخصيات سياسية وحزبية تحاول أن تحقق أغراضها الذاتية وتستغل نفوذها للتدخل في صلاحيات الحكومة للتأثير على بعض المسؤولين بحكم العلاقة الشخصية أو الحزبية أو العشائرية، وإن هذا الأمر لا يمكن أن يحقق آفاق التقدم والرقي لأي دولة في مساعيه هذا.